حياكم الله. منتخبنا يحقق فوزا ثمينا على نظيره الإماراتي في الجولة التاسعة من مواجهات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. فوز أعاد الثقة وبعث الأمل وجدد الروح للاعبينا وللجماهير العراقية الوفية وأحيا الآمال لبلوغ الملحق المؤهل للمونديال. هذا الانتصار جعل منتخبنا أكثر واقعية بالتعامل مع المواجهة الأخرى أمام المنتخب السوري التي لا تقل أهمية وخطورة عن سابقتها. ورغم ذلك ما زال مشوارنا طويلا، وما زلنا بحاجة إلى البحث في استراتيجية طويلة الأمد لعملية البناء وإلى خطط حديثة تستهدف جميع مكونات المنظومة الكروية وفق رؤى علمية ممنهجة وسليمة تدار بعقلية احترافية عالية المستوى. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نحن مع رحلة المنتخب بالتصفيات الآسيوية، وسنبدأ مع فوز منتخبنا الثمين على نظيره الإماراتي بهدف مقابل لا شيء ضمن الجولة التاسعة من مواجهات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. في هذا اللقاء المهم سجل اللاعب المثابر حسين علي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالسعودية. بالتأكيد هذا الانتصار أنعش آمال منتخبنا بالفوز ببطاقة العبور إلى الملحق الآسيوي بعد أن وصل للنقطة 8 وبفارق نقطة واحدة عن الإمارات، واستطاع منتخبنا إحراز أول فوز له بعد 5 تعادلات و3 خسارات، وهو الفوز الذي تحقق بقيادة المدرب عبد الغني شهد الذي قاد المنتخب في أول مباراة رسمية في التصفيات بعد أن قاده المدربان أدبوغات وبيتروفيتش. وبالنسبة للفريقين المتأهلين عن مجموعتنا الأولى، فقد تأهلت كوريا الجنوبية وإيران بشكل مباشر إلى كأس العالم، ويلعب ثالث المجموعة مع ثالث المجموعة الأخرى، ثم يتأهل الفائز منهما للعب ضد منتخب من أمريكا الجنوبية على بطاقة إضافية للظهور بمونديال قطر. كرة بمحاولة خطيرة إلى حسين علي، حسين علي، حسين علي، حسين هو فعلا جاء هذا الفوز في توقيت مهم وحساس بنفس الوقت، فقد أزاح الكثير والكثير من القلق والهم والغم من نفوس العراقيين، فامتزجت يعني الأفراح بين المنتخب والإدارة والجماهير في لحظات ولقطات عبرت عن مشاعر كبيرة من السعادة والفرح بعد فوز المنتخب الذي أحيا آمالنا ببلوغ الملحق المؤهل للمونديال. نتابع. في الوقفة التالية لدينا انطباعات وأمنيات مختلفة، نتابع. نبارك لجمهورنا العزيز والسادة رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم والكادر التدريبي والإداري واللاعبين على هذا الفوز. أعتقد توليفة جيدة، الظروف كلها يعني الجماهير، الإعلام، الصحافة كلها تساند المنتخب، والأجواء يعني الحقيقة تبشر الخير، وأتمنى الموفقية للجميع. أحب أن أهني كادر التدريبي، كادر المنتخب الوطني بقيادة المميز عبد الغني شهد وكل الكادر المعاه، وبجهود الكادر التدريبي واللاعبين الأبطال. إن شاء الله يا ربي
تحقيق الفوز اللي تدفعنا عن البطاقة الثالثة، وهو ماكو شيء يعني بكرة القدم شيء صعب. ومن المشاهد التي فعلا يعني تستحق الوقوف عندها ونرفع القبعة لأبطالها، ذلك الحضور الجماهيري العراقي الغفير في بغداد وعلى ملعب المدينة. فليتصور من ظلمنا بقرار نقل المباراة، كانت المدرجات ممتلئة لكن بدون لاعبين داخل الملعب، فقط حضروا ليتابعوا عبر الشاشات العملاقة. يا أخوان افهموا، الشعب العراقي يتنفس كرة القدم. مشاهدينا، وضمن مجريات المباراة بالتأكيد كانت هنالك أخطاء واضحة من قبل حكم المباراة الصيني ما نينغ، سيما وهو يتغاضى عن احتساب حالات كثيرة لصالح منتخبنا وسط دهشة واستغراب كل من تابع المباراة. وللحديث عن هذه الحالات ينضم معنا عبر السكايب من بغداد حكمنا الدولي القدير السابق حازم حسين. حياك الله كابتن، واهلا وسهلا بك في صدى. اهلا وسهلا استاذ بلال، تحياتي لك وتحياتي لجميع مشاهدي قناه الرافدين وبرنامج صدى. طمني عنك، احوالك، اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله، الله يبارك بك استاذ بلال. ساتكلم معك يعني بكل صراحه وبعيدا عن ضغوطات وهستيريا العواطف في تلك اللحظه، هل فعلا يعني في ظل وجود تقنية الفار الحكم الصيني ظلم العراق؟ أولا هو الحكم الصيني مانينغ أيضا من الحكام المميزين على قارة آسيا للأمانة، لكن في هذه المباراة بصراحة يعني تقدير، احنا ما نقول تحيز أو ظلم أو، لكن هو تقديره كان في الحالة المهمة اللي حدثت في المباراة، حالة ركلة جزاء بالدقيقة 27، تقديره كان خاطئ. الدليل بأنه تقديره خاطئ بأنه حكام الفار دائما مثل ما تعرف دكتور بلال، بأنه حكام الفار يستدعون الحكم لأربع حالات اللي من ضمنها موضوع البحث اللي هي ركلة الجزاء، ركلة الجزاء والإنذار الخاطئ وصحة الهدف، هذه من الحالات اللي يتم، وحالات الطرد هاي من الحالات الأربع حالات اللي يتم لأكد عليها القانون لحكام الفار بضرورة استدعاء الحكم لتقدير هذه الحالة. لما استدعى حكام الفار استدعوا الحكم لمشاهدة حالة مهمة جدا في الدقيقة 27، حالة ركلة جزاء واضحة صريحة جدا، لكن حتى شاهدنا بالتلفزيون بالتلفاز بأنه الحكم تأخر كثيرا في سبيل أن يشاهد أكثر من زاوية رؤية لإعطاء التقدير الصحيح، لكن الحكم كان ما مقتنع أبداً، ما مقتنع بالحالة رغم وضوحها. يعني احتمال ما أكو زاوية كاميرا ما وضحت إليه. أحلى بالنسبة إن كمشاهدين متابعين للحالات اللي التحكيمية كانت ركلة جزاء واضحة، امتداد الذراع إلى الأعلى، وضعية الذراع كانت وضعية غير طبيعية، فلذلك لما تكون الذراع بوضعية غير طبيعية هنا التعمد في لمس اليد يكون واضح جدا. وإذا شاهدت دكتور بأنه حتى لما نزل إلى الملعب شاهد الحالة ونزل إلى الملعب في ضرورة حتى يعطي هاي الإشارة لإشارة الفار، أيضا كان هناك اتصال مع الحكام الفار، يعني هاي يأكد لك بأنه الحكم كان غير مستقر متردد في اتخاذ القرار الصحيح، لذلك أعطى لما القرار يكون تقديره خاطئ للحالة، فلذلك لم يوفق في إعطاء ركلة جزاء واضحة صريحة للعراق. ربما اعتمد على يعني حالة صعود الكابتن سعد عبد الأمير على اللاعب أمامه، لكن نسى بأن أكو حالة قبلها هنالك سحب من المدافع خلف سعد عبد الأمير،
يعني سحب. بالتالي من صعود الجامب لكابتن سعد هو كان يعني في عملية سحب من المدافع، لذلك تخلخل بالتوازن بالصعود، فبالتالي لربما صار يعني سعد عبد الأمير على حساب اللاعب المقابلة. هو التبس عليه الأمر، هو إذا تجيها هي في أكو مخالفتين، مخالفة المسك مسك المنافس، احنا نأكد على الحالة الثانية هي اللي واضحة جدا بارتفاع الذراع إلى مستوى الكتف، لذلك كان وضعها وضع غير طبيعي، هو هذا القرار المهم في هذه الحالة، ولذلك أيضا يعني ما أعطت قرار الصحيح، لكن احنا نقول الحمد لله وشكر بأنه هذا القرار ما أثر على نتيجة المباراة، لأنه مثل ما تعرف حضرتك بالمحصلة النهائية فاز العراق، لكن قرار الحكم خاطئ، قرار لم يغير من نتيجة المباراة، لم يؤثر على نتيجة المباراة، وإنما كان هناك يعني هذا القرار قرار رئيسي، الحكم لم يعطي القرار الصحيح في لهذه الحالة. كابتن هي يعني الحالة المفروض يعطينا ضربتين جزاء واحدة ورا اللخ، على شرط مو نفس على شرط مو نفس اللاعب يضربها يسددها. لا هي إذا هي دكتور هي أكو حالة أخرى أيضا كان هناك يعني شك بها أو اعتراض عليها، هو السؤال التالي حضرتك، يعني ماذا دونت من حالات أخرى يعني ترى فيها يعني أخطاء لا تغتفر حول قيادة الحكم الصيني للمباراة؟ يعني مؤكدا حضرتك طبعا ترى حالات يعني لربما نحن لا نراها مثل ما تراها أنت بخبرتك يعني. نعم، هو صار هناك اعتراض على حالتين، حالة دقيقة 34 بعد هاي ركلة الجزاء غير محتسبة، كان هناك لمس باليد أيضا لصالح العراق، لكنه أيضا كان لمس غير متعمد، وضعية اليد كانت طبيعية، فلذلك القرار الحكم كان سليم فيها. وأيضا قرار آخر في الدقيقة 77 ضد العراق للإمارات، أيضا كان القرار الحكم قرار كان مصيب بها، لكن هي الحالة المفصلية هي حالة الركلة الجزاء اللي حدثت بالدقيقة 27 الغير محتسبة. طيب سأتكلم يعني بجزئية تخص مسيرتك الحافلة مع الصفارة، يعني أعني من خلال خبرتك الطويلة والتجارب والشواهد التي مرت عليك، برأيك يعني كيف توضح لنا تأثير ظلم الحكم يعني بسوء قراراته على روحية ونفسية اللاعبين، بالتالي يعني كما تعلم انعكاس ذلك على حتى على المستوى الفني؟ أكيد دكتور بلال، بأنه القرارات الحكم السلبية تجاه الفريق سين أو فريق صاد هاي راح تأثر على المعنويات، تأثر على نفسية اللاعبين، لذلك يكون اللاعب في حالة شد عصبي دائم، تركيزه يقل أكيد مثل ما تعرف حضرتك، لذلك يعني يجب على الحكم أن يكون دقيق في قراراته، يعطي لكل ذي حق حقه في سبيل أن تخرج المباراة بأقل عدد من الأخطاء. أنت الحكم ممكن يخطأ، بركلة مرمى، ركلة زاوية، رمية جانبية، هذه الأخطاء ممكن تحدث، لأنه مثل ما تعرف حضرتك دكتور بأنه الحكم الجيد والحكم الأقل عدد من الأخطاء، لكن أي أخطاء أخطاء الغير مؤثرة، لكن في القرارات المصيرية هنا لا يجوز للحكم أن يخطأ، لأنه إذا أخطأ سوف يعاقب وسوف يتخذ الإجراءات المناسبة بحقه، مثل ركلة الجزاء، حالة طرد اللاعب، عدم احتساب هدف، هذه قرارات مؤثرة على نتيجة المباراة، فلذلك احنا دائما نوجه حكامنا، وأيضا احنا من كنا نحكم المشرفين علينا والمقيمين علينا كانوا يوجهوننا بأنه يجب أن ما يكون هناك خطأ في الحالات المؤثرة مثل الحالات اللي ذكرتها، ممكن تحدث حالات أخرى بسيطة، هذه تحدث في كل مباراة. ممتاز كابتن، يعني إذا تكلمنا عن أهمية المباراة للمنتخبين العراقي والإماراتي فهي كما تعلم يعني بغاية الأهمية والحساسية، كيف تتم عملية اختيار الحكام من قبل يعني لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي؟ يعني مثل هكذا مواجهات هي كما تعلم هي بالأصل مضغوطة، يعني هو دائما يتم لجنة الحكام الآسيوية تختار الحكام، وبالأخص في هذا الدور الحاسم اختارت الحكام اللي هم ضمن نخبة آسيا اللي هم قادوا
اللي قسم منهم قادوا المباريات كأس العالم 2018 أو مهيئين إلى 2022 قادوا مباريات بطولة أمم آسيا، فلذلك هم هناك يكون يعني الأخوان في لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لجنة التعيينات يعني تراعي هاي الأمور كلها، فلذلك أيضا هم تم اختيار مانينج الصيني لأنه المباراة من 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 إقليم واحد، إقليم دول الخليج أو غرب آسيا، فلذلك تم اختيار حكم من شرق آسيا للحيادية الأكثر. لكن الاختيار كان مناسب جدا، لكن الحكم كان غير موفق في هذه الحالة. طيب كابتن، يعني للتذكير، يعني هذا الحكم الصيني مانينج هو نفسه الذي قاد مباراتنا أمام إيران في قطر يعني بنفس التصفيات، هل ذلك يعني وجهة نظرك جائز ضمن القوانين ضمن اللوائح أن يتكرر الحكم بنفس التصفيات مع نفس منتخب أو منتخب معين؟ هو من الأفضل أن لا يتكرر. احنا حتى لما كنا في لجان الحكام دائما نحاول نبعد الحكم عن النادي أو عن الفريق يعني على قدر المستطاع، يعني نبعده في 6 أدوار 7 أدوار يعني ممكن حتى في سبيل، لأنه دائما الأندية أو المنتخبات تشعر بأنه إذا حكم مباراة وخسر النادي أو المنتخب في هذه المباراة ما يتقبلون الحكم نفس الحكم يقود مباراة أخرى، يعني نفسيا هم ما يتقبلوا حتى لو كانت قراراته صحيحة. فمن الأفضل مثل ما طرقت حضرتك دكتور بأنه يكون هناك حكام جدد، وآسيا ما شاء الله يعني حكام كثيرين عندنا، كان ممكن أن يأتي الحكم الأسترالي، كان ممكن لأنه في المجموعة الأخرى كان ممكن أن يأتي الحكم الياباني مثل ما راح يصير الآن في مباراة العراق وسوريا، كان أيضا ممكن يأتي الحكام آخرين اللي مو ضمن نطاق مجموعتنا أو منتخباتهم خرجت من التصفيات، وأيضا عندنا حكام مميز، عندنا الحكم طاقم الحكام القطري مميز كانت عبد الرحمن جاسم، عندنا الحكم البحريني مميز نواف شكر الله، عندنا حكام مميزة، عندنا الحكم الإمارات بنفس المجموعة ما عندنا الحكم الأردني أتم بخاتنا أيضا من حكام مميزين من نخبة آسيا، يعني إذا عددك مجموعة حكم يعني كبيرة من الحكام المميزين على نطاق آسيا ما أعرف شنو السبب بأنه يتكرر نفس الحكم، يعني لو أنا رأيي أنا مستحيل أكرر كل مباراة أجيب، وعندنا قارة آسيا مترامية الأطراف وفيها من الحكام المميزين الكثير. زين كابتن، في ظل هذا الحديث عن الاتحاد الآسيوي يعني وبعض خلينا نقول يعني القرارات غير الصحيحة، يعني هذا الأمر يرجعنا إلى مباراة الزوراء العراقي أمام الشارقة الإماراتي ضمن منافسات دور الإقصائيات لدوري أبطال آسيا، طبعا وأنت شاهدت المباراة والظلم الكبير الذي تعرض له نادي الزوراء في العديد من الحالات ومنها يعني طرد الحارس جلال حسن، ما هو تقييمك على مستوى الحكم لتلك المباراة؟ يعني هو الحكم كان الحكم كوري، والحكم الأساسي أصيب بالكورونا وأصبح الحكم الرابع هو حكم ساحة، وتم استدعاء حكم إماراتي في نفس المباراة جلس حكم رابع، كان من الأفضل أن يتم استدعاء حكم من الدول المجاورة القريبة، حكم إماراتي حكم كويتي مثلاً قريبة جدا ما يحتاجون فيزا مباشرة يتبلغ ويأتي حكم سعودي حكم أي حكام الآخرين، يعني ممكن كان حتى يكون للحيادية الأكثر. المشكلة لو الحكم أصيب في تلك المباراة من يقود المباراة؟ الحكم الرابع اللي هو إماراتي، يعني صراحة يعني هنا أنا هنا في هاي الجزئية تخبط كان من اتحاد من لجنة الحكام الآسيوية في اختيار الحكم الإماراتي كحكم رابع. نجي على الأخطاء، بصراحة ركلة الجزاء اللي احتسبت ضد العراق يعني ضد الزوراء قصدي بصراحة كانت ركلة جزاء غير صحيحة. ركلة الأولى كانت صحيحة اللي احتسبها، واحتسب ركلتين جزاء، ركلة الجزاء الأولى كان مصيفة، لكن ركلة الجزاء التي أتى منها الهدف كانت غير صحيحة أبدا، لأنه جلال الحارس جلال لم يمس قدم أو جسم لاعب الشارقة الإماراتي أبداً، جزأناها الحركة قطعناها الحالة أبداً، ما كان هناك ركلة جزاء، فلذلك هنا الحكم في هذه الحالة غير من نتيجة المباراة، يعني كان المباراة ركلة جزاء احتسبت بالدقيقة 85-86 الوقت تقريباً انتهى،
كان ممكن أن ما نذهب إلى التمديد وركلات الجزاء. النقطة الثانية اللي أخطأ بها الحكم الإنذار اللي وجهه إلى 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 جلال حسن في تأخير الوقت. المباراة منتهية، المباراة رايحة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة يمكن 121. يعني شي يريد يأخر هو جلال، شي يريد يأخر؟ ما أعتقد أكو تأخير. والدلالة على ارتباك الحكم في هذه المباراة لما أشهر الكارت الأصفر لجلال لم يكن يعلم بأنه هو أعطارك كارت أصفر لحالة سابقة. لو كان يعلم أبداً ما يشهر الكارت، أبداً ما يشهر الكارت. والدلالة الدليل على ذلك بأنه ما كان يعلم بأنه اللاعبين نادي الشارقة هم اللي بلغوا الحكم بأنه الحارس جلال عنده إنذار. فلذلك إذا نشاهد الارتباك اللي حصل للحكم، يمكن هاي يمكن ما حد شاهدها بالمباراة، الارتباك اللي حصل للحكم لما سحب الكارت في سبيل يتأكد عندك انذار او كارت اصفر في الحالة السابقة، شاهدت تفاجئ. لما تفاجئ كان عليه ان يشهر الكارت الاصفر، لانه هو الان قرر ان ينذر جلال ان يشهر الكارت الاصفر، لذلك كان مرتبك لانه اتخذ قرار مصيري اثر على نتيجة الزورة في ركلات الجزاء، مثل ما شاهدنا بانه جرت ركلات الجزاء بصورة مضحكة هزلية بصراحة اصبحت. فلذلك المباراة فقدت كل معاني الإنصاف. إن شاء الله أستاذ حازم، لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا وعلى كل ما يعني وضحت حول هذه المحاور. كلمة أخيرة. تحياتي لك دكتور بلال، وإن شاء الله نشوفك في بغداد في أقرب فرصة، وحييك على هذا البرنامج الناجح المميز، وتحياتي لجميع الكادر ولي قناة الرافدين العزيزة. خالص الاعتزاز والاحترام. مشاهدينا، كان معنا عبر السكايب من بغداد الحكم الدولي القدير السابق حازم حسين، شكرا جزيلا له. متواصلون مع رحلة أسود الرافدين ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وها نحن نصل إلى مواجهة منتخبنا المهمة أمام نظيره السوري التي جرت بمدينة دبي الإماراتية. فالآمال كلها متعلقة بانتصار أسود الرافدين على سوريا، بالمقابل هزيمة أو تعادل الإمارات أمام كوريا الجنوبية من أجل ضمان الحصول على المركز الثالث في المجموعة والتأهل لمباراة الملحق أمام المنتخب الأسترالي. إلى التفاصيل. يتوجب علينا الانتظار 4 سنوات قادمة ليبدأ حلم المونديال، بعد أن تبخر بشكل نهائي حلم مونديال قطر 2022 بتعادل منتخبنا اليوم مع منتخب سوريا بهدف لكلا الفريقين، وقابلها فوز منتخب الإمارات على الشمشون الكوري ليخطف الإمارات بطاقة الملحق الأسيوي، وتنتهي مغامرة أسود الرافدين بنتائج متواضعة. دخل منتخبنا مواجهة نسور قاسيون باندفاع مفرط ليدفع الثمن بتلقيه هدف مبكر عقد المهمة، ليندفع لاعبونا بشكل مفرط واتضح التسرع على أداء اللاعبين لتضيع فرص أمام المرمى لا يمكن إهدارها. نهاية متوقعة لمنتخبنا في خضم التخبطات التي مر بها في التصفيات، اتضحت خيوطها بإقالة المدرب الإسلوفيني كاتانيتش لنضرب استقرار الفريق الفني قبل 20 يوما فقط من المرحلة الحاسمة من التصفيات، ودخلنا في دوامة إيجاد مدرب بديل قبل أن تمر علينا مرحلة المدرب الهولندي إدفوكاد المريرة، ويزيد مساعده بتروفيتش الطين بلة قبل أن يستعين الاتحاد بالمدرب المحلي عبد الغني شهد،
في رحلة معقدة لم يكتب لها النجاح طالما أن الحسم لم يكن بأقدام لاعبينا، وتمكن المنتخب الإماراتي من الإطاحة بالمنتخب الكوري في الجولة الأخيرة ليتبخر حلمنا. وبعيدا عن لغة الحسابات، تعد التصفية الحالية هي الأسوأ لمنتخبنا في ظل التخبط وغياب الرؤية والاستقرار، لنغادر التصفيات بخفي حنين ويؤجل حلم جماهيرنا لأربعة سنوات قادمة. وربما هذه الأحلام لا تفارقها الكوابيس إذا بقي الاتحادين القاري والدولي يعاملنا بمزاجية نقل المباريات وفرض الحظر حسب طلب الفرق المنافسة، ضاربا بعرض الحائط الصورة الرائعة التي رسمتها جماهيرنا في ملعب المدينة وحضورها إلى الملعب رغم نقل المباراة ليكسب جمهورنا احترام العالم ويفضح تأمر الفيفا واتحاد بن سلمان ومدى ظلمهم لكرتنا. سننتظر ونضغط من أجل تصحيح المسار، فلا يمكن السكوت على إدارة ملف كرتنا بمزاجية الرجل المسؤول ومنتخبنا يغرق دون حلول. سنتابع ما قاله المختصون بالشأن الكروي والمتابعين حول مباراتنا أمام سوريا، خليكم ويانا. الحقيقة خيبة أمل كبيرة أصابت الوسط الرياضي بكل قطاعاته وفئاته، عطفا على نتيجة المباراة اللي خرج بها منتخبنا ضد المنتخب السوري. كنا نمني النفس في أن نفر في نقاط المباراة الثلاث، عطفا على المستوى والأداء الذي قدم الفريق العراقي، إذ بذل جهد كبير وجهد واضح وناضى كثيرا في سبيل أنه يخرج بنتيجة إيجابية في هذه المباراة. روح التحدي كانت موجودة، وعدم الاستسلام والثقة بالنفس والثقة بالفوز كانت موجودة حقيقة، من خلال أنه رغم أنه تقدم الفريق السوري بهدف، لكن استطاع منتخبنا أن يرجع بالمباراة ويسجل هدف في مرة المنتخب السوري. الانتشار كان جيد، التعامل مع الفراغات أيضا كان جيد بالنسبة لمنتخبنا، استطاع أن يسيطر على الملعب من خلال الاستحواذ والسيطرة والتمرير، لكن كان يعاب على منتخبنا هو عدم التعامل الجيد مع المواقف والفرص التي اتيحت إليه في منطقة جزاء المنتخب السوري. وأعتقد من وجهة نظري هو غياب التركيز والتشتت الذهني هو اللي كان مصاحب لأداء مهاجمينا في هذه المنطقة. ما مرينا به يعني محزن جدا، بغض النظر عن مباراة اليوم وأداء مباراة اليوم. أريد أوصل رسالة، يعني رسالة جدا بسيطة، لا نحمل الكادر الحالي، الكادر التدريب الحالي ما وصل إليه الحال بسبب الظروف المحيطة. يعني كنا لا نبحث عن أداء فقط عن النتائج، لكن كلها ما أجت هذه الظروف في صالحنا بسبب التخبطات اللي صارت. فأتمنى لا كوش كان ناس تتحمل القرار، فهي القرارات الإدارية والناس الإداريين اللي أصروا على تغيير المدربين وأصروا على تغيير اللاعبين اللي أصروا على تغيير وعدم وجود استراتيجية فنية للعراق منذ 12 سنة. يعني احنا غايبين ليس لكأس العالم، وإنما أربع تصفيات متتالية احنا نطلع، يعني ده نخرج مبكر، فما عندنا دراسة مسبقة للأخطاء السابقة، بعدنا يعني مجرد بعد يوم يومين راح ننسى، وهذا الملف راح يصير ملف من الماضي، وراح لا راح نعالج اخطاء ولا راح نتعب من هذا الشيء. فعلا اثمرت تجربة المدرب المحلي العراقي، يعني هو الافضل والاجدر بالتعاطي مع المنتخبات العراقية، ولكن اتكلم هنا ليس بشكل عام، وانما في اطار بعض المواقف والمراحل وفي ظل بعض الظروف المعينة يكون وجود المدرب المحلي هو الأفضل. وحقيقة يعني أثمرت هذه الخطوة بالفوز المهم على الإمارات التي تكفلت بإعادة الروح والهوية لمنتخبنا وإلى أنفاس الجماهير العراقية المتعطشة. لكن لا ننسى بأن مشوارنا ما زال طويلاً، وما زلنا بحاجة إلى يعني خطط حديثة وإلى استراتيجية طويلة الأمد لعملية البناء تدار بعقلية احترافية عالية المستوى. طالما هنالك قضية فللحديث بقية، على الموعد ألقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.